الى مستوى الحشد والله اسعب تكريت داعش الحشد شنو ترى اقول لك سالفه ترى بسطال شيخ حميد بسطال واحد من الحشد الشعبي يسوى ثلاث ارباع سياسيين الانبار وحكومه الانبار اخاف ما حد يدري شيخ حميد عمي غيره ما ظلت عندهم قاموا يزودون علينا مزاوده واستهتار الله وكيلك تواطئ امي داعش وانا مسؤول عن كلام انا ما ابحث لا حكومه ولا موظف بدوله حتى الحكومه المركزيه ما نبحث ادري بيها استاذك فاليوم خفت من مسؤول ولا من احد زين الله وكيل تآمروا مع داعش من خلال تصريحاتهم من خلال تراثهم على الحشد الشعبي ثق بالله العظيم لو فوج واحد من الحشد الشعبي ما تسقط الأنبار ماني مسؤول عن كلام والقيادات الأمنية هي طلبت مني هذا الشيء ما هذا إلا بعد ولا حق علي كثير إنه يقول فوج واحد من الحشد الشعبي لا تسمح لي أولا هو القوة الرئيسية اللي أصبحت في العراق أقوى من الجيش والشرطة وداعش إحنا ذاك اليوم ذبينا دعاية بالرمادي داعي الحشد الشعبي وصل داعش زينا ولحاياهم من هزموا من شمال الرمادي عندكم علم والله ما يخافون بس من الحشد الشعبي مصطفهم بس الحشد الشعبي.